نعم، دعيني فقط لو سمحتي أبدأ من الميدان لنرى الصورة هنا من خلفنا. الآن وصلت هذه المسيرة إلى مدخل مدينة القدس. هذه المسيرة انطلقت يوم الأربعاء الماضي من مدينة تل أبيب، مسيرة سيرا على الأقدام لعائلات المحتجزين في كل مقطع وآخر كان ينضم لهم، متضامنين أيضا مع مطالبهم كانوا ينضمون إليهم في هذه المسيرة. الآن وصلت مشارف القدس أو مدخل مدينة القدس بعد أربعة أيام. يعني هذه المسيرات التي يتم تنظيمها هي بالطبع جزء من المطالب لعائلات المحتجزين، جزء من محاولة تحريك الشارع الإسرائيلي وضمه إلى مطالب عائلات المحتجزين الإسرائيليين. إذن أربعة أيام سيرا على الأقدام، ها هم يصلون يحملون صور المحتجزين الإسرائيليين. بالطبع سألتني على قضية التطورات الأخيرة في قطاع غزة وما أعلنته إسرائيل عن محاولة لاغتيال قيادات من حماس على رأسهم، الضيف المطلوب رقم واحد لإسرائيل منذ سنوات طويلة، منذ ثلاثة عقود على الأقل. ورأينا بعد ذلك بيان لعائلات المحتجزين الإسرائيليين، بيانا غاضبا يقولون فيه إن هذا الاغتيال قد يؤدي أيضا إلى إفشال هذه الصفقة. إسرائيل من جانبها قالت، أو المستويات السياسية والأمنية الإسرائيلية قالت، بأن هذه كانت فرصة لا تعود وكان يجب تنفيذ محاولة الاغتيال هذه. ربما من الجدير أيضا أن نذكر بأن في موضوع محاولة الاغتيال ومجزرة المواصي إذا سميناها هكذا، فإن عمليا المستوى الأمني الإسرائيلي والمستوى السياسي كانوا موحدين في أرائهم بشأن تنفيذ هذه العملية رغم الخلافات التي رأيناها في الأيام الأخيرة حول هذه الصفقة. على أي حال كما ترين هذا المشهد من خلفنا، أقدر بأن هنالك ربما 1000 فرد يشارك في هذه المسيرة، ولكن هذه المسيرة بعد قليل ستجوب بعض الشوارع في مدينة القدس حتى تصل إلى منطقة المجمع الحكومي، وهناك حيث مكتب رئاسة الوزراء، مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، دعوة لمظاهرة كبيرة تبدأ بعد نحو ساعة ونصف من الآن. ولذلك من المتوقع أن يكون الزخم هذا الأسبوع في القدس وليس في تل أبيب، على اعتبار أن كل عائلات المحتجزين دعوا إلى هذه المظاهرة لتأتي إلى هنا. نسمع الآن أيضا هتافاتهم يقولون الآن، إعادتهم جميعا الآن، نريد أن تعيد إسرائيل 120 محتجزا من قطاع غزة الآن. كانوا أيضا في بيان سابق لهم اليوم كانوا قد دعوا نتنياهو بأن يعلن بشكل رسمي وبشكل علني أن يقول بأنه يوافق على صفقة، على هذه الصفقة من أجل إعادة حماس إلى طاولة المفاوضات، خاصة وأن التقديرات متشائمة بشأن استئناف هذه المفاوضات بعد ما نفذته إسرائيل اليوم. يبدو الآن يصلون بأن هنالك مؤتمر صحفي سيقيمه نتنياهو خلال هذا المساء، لا أعرف بالتحديد حتى الآن في أي ساعة، ولكن على أي حال الآن في هذه الساعة نتنياهو يترأس اجتماعا أمنيا، مشاورات أمنية لمقربين له، أيضا من بينهم رئيس مجلس الأمن القومي تحيا نقبي الذي يفترض أن يتوجه مع وزير الشؤون الاستراتيجية رون ديرمر إلى الولايات المتحدة هذه الليلة. كنت قد قلت أيضا في السابق بأن إسرائيل لم تبلغ الولايات المتحدة بالعملية التي نفذتها مجزرة المواصي ومحاولة اغتيال الضيف، ولكن قضية ما وصلنا الآن من أن نتنياهو سيقيم مؤتمر صحفي، ليس لدينا حتى الآن معلومات، ولكنه يعني خبر ملفت ربما يتعلق بتحديثات بشأن عملية هذا اليوم. أيضا وزير الجيش يوآف جالانت في بيان صحفي الآن قبل دقيقتين وصلنا يقول بأنه أنهى مشاورات أمنية وامتدح قوات الاحتلال الإسرائيلي بشأن العملية التي نفذتها صباح هذا اليوم في منطقة المواصي. بقي بالطبع أن نتأكد ما هي طبيعة المؤتمر الذي يقيمه نتنياهو هذه الليلة. يبدو بأنه قد يكون له علاقة بالعملية التي نفذتها إسرائيل اليوم في منطقة المواصي. لا أعتقد بأنه سيخرج ليتحدث عن
المفاوضات السابقة أو أي تقدم فيها. الآن يصرخون بصوت عالي، الآن جميعهم، الآن صفقة، نريدهم كلهم على قيد الحياة. أيضا هنا أذكر بما قاله زعيم المعارضة يائير لابيد في مقابلة للقناة 12 الإسرائيلية، قال لهم بأنه يمكن، كان يمكن لإسرائيل أن تبرم هذه الصفقة في السابق، وحتى الآن بعد العملية التي قامت بها اليوم قد يكون أيضا من الممكن التوصل إلى صفقة، بل ويجب التوصل إلى هذه الصفقة وإعادة جميع المحتجزين. وقال بأنه يعرض مرة أخرى على رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو شبكة أمان، على اعتبار أنه إذا قرر بن غفير وسموتريتش تفكيك هذه الحكومة يمكن للابيد إعطائه شبكة أمان والانضمام إلى الحكومة من أجل إبرام هذه الصفقة. بالطبع لو فعل لابيد هذا الأمر من المتوقع أن يكون هنالك مطالبات منه لنتنياهو على شاكلة مثلا تحديد تاريخ لموعد انتخابات جديدة وما إلى ذلك من المطالبات.